دكتور عصام، لننتقل إلى رد الفعل الدولي وهذا التوحد في نقد وإدانة إسرائيل بانتهاكاتها حيال مسيرات العودة. مجلس حقوق الإنسان تحديدا وقراره بتشكيل لجنة تحقيق ضد الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل، هل هناك جدية فعلا بمحاسبة إسرائيل بالوقوف أمام هذا القرار؟ يعني أولا نتفق على أن هناك اختلالا كبيرا في ميزان القوة على المستوى الكوني، ونحن ضحايا ذلك وضحايا التطورات الكبيرة التي حدثت في الإقليم من تراجع الأولويات والاهتمامات. ومرة أخرى نذكر بأنه بند فلسطين اللي كان بند متقدم على أجندة المجتمع الدولي تراجع لصالح قضايا أخرى، تذيل القائمة لصالح سوريا واليمن وغيرها، وبالتالي واليوم مسيرات العودة أعادته دون أدنى شك. دون أدنى شك قيمة مسيرات العودة أن غزة أعادت، وكذلك الحال ما حدث في القدس أيضا، مشهد القدس والمقدسيين في 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 عندما وضعت البوابات الإلكترونية والكاميرات، يعني ألقت بنفسها في أجندة المجتمع الدولي، بالتالي أعادت موضعة الذات وجعلت العالم يتعامل مع حدث جديد، وبالتالي كان هناك تطورا لافتا ومهما جدا. ولكن المحاسبة هي مرتبطة بتوفر الإرادة الدولية، ونؤكد مرة أخرى على أن العدالة لا تتحقق بالضربة القاضية، العدالة دائما بمجموع النقاط، وعلى الضحية أن يحسن استخدام أدواته. وأنا أعتقد أنه في ظل هذا الاختلال لم يعد من بد سوى تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني من قبل دولة فلسطين ومن قبل الضحايا الفلسطينيين مع العالم. كل يوم يمر على الفلسطينيين دون الحصول على قرار من جمعية عامة أو من مجلس أمن أو من مجلس حقوق إنسان كان يضيق صدرنا به، كان يضيق صدر النبي. اعتقد اننا خاسرون اذا لم نستطع تحصيل على 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 هذا النوع من القرارات، لانه هذا الفعل مهم جدا. لابد من الابقاء على قضيه الفلسطينيين قضيه حيه، لابد من الابقاء على قضيه غياب العداله حيه، لابد من الابقاء على حقيقه ان غياب المحاسبه كان ولا زال سببا في الافلات من العقاب، وبالتالي تكرار مشهد الجريمه مره ومرتين وثلاثه، وما مشهد الجمعات المتكرره منذ 30 مارس مع بدايه انطلاق مسيرات العوده الى يومنا هذا، هذا تكرار المشهد يؤكد على ان المحاسبه غائبه. وبالتالي القرار مهم في التاكيد على جمله من القضايا، اولا ان الحصار لم يعد بالامكان قبوله وبالتالي يجب رفعه فورا عن غزه، ثانيا ان ما ارتكب يعني هو انتهاكات خطيره لقواعد القانون الدولي الانساني وقواعد حقوق الانسان وقد ترتقي الى مستوى جرائم الحرب. والقضيه الاخرى وهي المهمه هي تشكيل لجنه، اللجنه مهمه في هذا الوقت بالذات، خصوصا ان هناك حراكا من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه من جهه، وثانيا من قبل دوله فلسطين في احاله ملفات، واعتقد ان يوم الثلاثاء القادم سوف يتم احاله ملف الاستيطان لأول مرة. وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي سوف يكون في هولندا يوم الثلاثاء القادم لتقديم ملف الإحالة فيما يتعلق بالاستيطان، وبالتالي هذه الوثيقة هي وثيقة قانونية سياسية أخلاقية برسم المجتمع الدولي، برسم اللجنة المحكمة الجنائية، برسم السيدة فاتو بن سودة المدعي العام للمحكمة للبدء في الخطوة الجدية في التحقيق. وبالتالي إذا اتفقنا على أنه هذا هو نوع من الاشتباك على طريق طويل، هو طريق العدالة، ولن يتحقق لا بقرار ولا بلجنة ولا بغيرها، يعني إذا اتفقنا على أنه طريق طويل، وبالتالي هذا أنا أرى أنه يأتي في هذا السياق، في سياق تظهير غياب العدالة، في سياق السعي نحو المحاسبة، لأنه غياب المحاسبة كلفته كبيرة جدا على الفلسطينيين. من أمن العقاب أساء الأدب، وحتما سوف يبقى مسيئا للأدب، والأسوأ قادم إذا ما استمر التعامل مع ذلك. وأنا أرى بأن اللجنة مجلس حقوق الإنسان بعقده هذه الجلسة الاستثنائية تقدم خطوة إلى الأمام في ظل عدم رغبة مجلس الأمن على سبيل المثال، فشل حتى الآن في إصدار بيان يدين ما ارتكب من جرائم. وأيضا مشهد التصويت كان مشهدا لافتا، 29 دولة صوتت مع القرار، أوروبا وإن لم تصوت لصالح القرار إلا أنها لم تعترض عليه، وهذا مهم، من اعترض عليه الولايات المتحدة وأستراليا، وبالتالي هذا أيضا يعيد نظر في الاشتباك بطريقة مختلفة. أوروبا يجب إعادة الاعتبار لشكل العلاقة مع أوروبا منذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالقدس عندما صوت الكبار في أوروبا لصالح القرار، والآن عندما تمتنع على الأقل. أعتقد أن هناك يعني مساحة للحراك السياسي مهم جدا.